لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة مقتل ناشط مدني طعنا بالسكاكين غربية مدينة الديوانية. في القدس العربي الهند مقتل 38 شخصا خلال اعتداءات واسعة على الأقلية المسلمة. في المدى 9 لجان حكومية وبرلمانية تتعثر بكشف قتلة المحتجين، المهمة ليس سهلة. في العربي الجديد مقتل متظاهر بنيران الأمن وسط بغداد وتصعيد في احتجاجات ذي قار والبصرة. في موقع عربي 21 تركيا تتهم اليونان بقمع مهاجرين وبلغاريا تستنفر. في العرب اللندنية الأحزاب والكتل البرلمانية تنفض عن علاوي باستثناء مقتدى الصدر. وفي الشرق الأوسط الكرملين بوتين وأردوغان يتفقان على ضرورة التهدئة في سوريا. السلام عليكم. فقد الإنسان العراقي في السنوات السبع عشرة الماضية ركني الأمن والتنمية بحسب نظرية وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت ماكنمارا بسبب سياسيه، والأمثلة كثيرة لدرجة يصعب عرضها في سطور. فأهل العراق ابتلوا خلال نصف قرن بأربع حروب، آخرها الحرب الطائفية الأهلية التي لم تنتهي حتى اللحظة، سحقت خلالها أرواح أكثر من 2 مليون إنسان، وخلفت الأمراض السرطانية والمعدية وعشرات الآلاف من المعوقين وتشريد الملايين من الديار والأرض. السياسيون في العراق أخطر من الكورونا، مقال الكاتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. روجت كذبة الديمقراطية في العراق لإيهام الناس وقبولهم كرها فيروسات الطائفية والكراهية والتخريب والتدمير على أنها علاج لديكتاتورية ما قبل عام 2003، ولتمرير أكذوبة أن الإسلام السياسي الشيعي بقيادة ولي الفقيه الإيراني خامنئي والنظام الإلهي البديل الذي ينشر الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة في العالم الإسلامي والعراق خاصة. وليس المهم إن عاش الإنسان فقيراً جائعاً وإن كان بلده غنياً، فلا بد من الخضوع لمفردات هذا النظام في السياسة والتربية والتعليم والثقافة. ولهذا تعرض شعب العراق إلى مشروع تدمير الشامل الممنهج لسحق أبنائه وقوانينهم وقيمهم في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كانت سيطرة أحزاب الإسلام السياسي على السلطة واستعانتها بالمحاصصة السياسية أولى علامات قتل المواطنة العراقية التي تسللت إلى مؤسسات المجتمع، وأصبح العنف والقتل منهج هذه الأحزاب، وأشيعت الكراهية على أسس طائفية بين الناس، وفرضت مناهجها في المدارس والجامعات التي حجبت فيها المعارف العلمية الجديدة ببديل الولاء للفقيه الشيعي. المتمتعون بأموال العراق هم السراق السياسيون وقادة الميليشيات الموالون لطهران، فيما يصل شعب العراق إلى حافة الموت والانهيار. ماذا صدرت لنا إيران غير البضاعة الفاسدة والمخدرات والقتلة ووباء السياسيين الفاسدين وأخيرا وباء كورونا؟ أكثر من أسبوعين مرت على تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ورغم ذلك يبدو أن المهمة ليست رحلة استجمام وإنما هي محاولة للتزلج في مكان غير معد للتزلج أي التفاوض، وبالتالي لا تستقر فيها المواقف، ربما ستقود البلاد لمنحدر حاد لا يعرف عمقه ونهايته، مقال الكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. يبدو أن حكومة المكلف علاوي تواجه عدة تحديات، أبرزها الرفض الشعبي لتكليف علاوي بالحكومة لأنه من الذين لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعها المتظاهرون ومنها الاستقلالية وعدم تسنم أي منصب في المرحلة الماضية وغيرها، واستمرار التناحر الحزبي والشخصي بين القوى الشيعية الكبيرة المسيطرة على حكومة علاوي على الرغم من الادعاء بأنها مستقلة.
الرض الكردي ب56 نائبا والسني ب50 نائبا لاختيار علوي حقيبته من دون الرجوع إليهم، وهم مقتنعون تماما بأن حكومته غير مستقلة وربما ستكون تابعة لطيف واحد من أطياف الصراع السياسي في العراق. صعوبة الوعود التي قطعها علاوي على نفسه، ومنها محاسبة الذين قتلوا المتظاهرين وتقديم كبار الفاسدين القضاء وإنهاء ملفات الميليشيات وتحقيق مطالب الجماهير، هذه التحديات وغيرها تجعل من مهمة علاوي صعبة للغاية، وربما لن ترى حكومته النور بسبب الاعتراضات على رئيسها الذي جاء بشخصيات غالبيتها ضعيفة وعليها ملاحظات كبيرة. على الرغم من ذلك نلاحظ أن القوى الكبرى تحاول تمرير علاوي برلمانيا، وإصرارهم الغريب لا ندري لمصلحة من. المتظاهرون العراقيون واعون جدا بأن التحديات أمام علاوي كبيرة وصعبة، لهذا فهم لم يوقفوا تظاهراتهم الحاشدة في بغداد ومدن الجنوب. وكانت تظاهرات الثلاثاء الماضي الواسعة رسالة واضحة للجميع بأنهم غير معنيين بكل ما يجري داخل أروقة المنطقة الخضراء بشأن تشكيل الحكومة القادمة. قرار التظاهر في الأول من آذار مارس أمام المنطقة الخضراء تم اتخاذه في وقت سابق في اجتماع عقد بمدينة الحلة في بابل، تقرير لصحيفة العربي الجديد. بدأ متظاهرو العراق بالتحشيد لتظاهرات واسعة من المقرر أن تنطلق صبيحة الأول من مارس آذار المقبل وسط بغداد، وذلك بالتزامن مع انتهاء 5 أشهر من التظاهرات وبدء الشهر السادس. وتهدف التظاهرات التي يحشد لها ناشطون جنوبية ووسط العراق فضلا عن بغداد لتأكيد مطالبهم واستمرار الانتفاضة على ما يسمونه حالة الفشل المزمن والفساد والطائفية والمحاصصة الحزبية التي تنخر جسد الدولة، لتأكيد رفضهم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الذي كان قد بدأ الجمعة الماضي جولة حوارات جديدة مع عدة كتل وقوى سياسية في البلاد تمهيدا لجلسة للبرلمان المؤجلة من السبت إلى الأحد المقبل التي خصصت للتصويت على منح الثقة لحكومته بعد إخفاق مجلس النواب أمس في ذلك بسبب استمرار الخلافات. وبحسب ناشطين في ساحة الحبوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قهر والتي تشهد حراكا واسعا للتحشيد لتظاهرات وصفوها بالمليونية، فإن المتظاهرين في مختلف المحافظات الجنوبية سيتوجهون إلى العاصمة بغداد للتظاهر في محيط المنطقة الخضراء، مؤكدين للعربي الجديد أن التظاهرة التي ستنطلق في الأول من مارس آذار ستمثل رد فعل قويا من المتظاهرين ضد إصرار أحزاب السلطة على الزج بمرشحيها في الحكومة الجديدة، سواء أكان من خلال رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي المدعوم من التيار الصدري وهادي العامري أو الوزراء الذين ثبت أن فيهم حزبيين. ورغم الشكوك في نجاح المتظاهرين بمدن جنوبي البلاد ووسطه في الانتقال إلى بغداد والتحشيد هناك بكثافة كما يخططون بسبب الإجراءات التي أمرت بها السلطات الصحية والمتعلقة بحظر التجمعات الكبيرة وتقنين الانتقال بين المدن خاصة تلك التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا ضمن قرارات خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض، إلا أن ناشطين عراقيين بدأوا من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التحشيد للموعد، حيث تداول ناشط وصفحات داعمة للانتفاضة العراقية دعوات التظاهر غدا الأحد. يرى ساندرز أن الاقتصاد الأمريكي يخدم الأغنياء والأقوياء فقط، وقد بلغت أعداد الأثرياء ثراء فاحشا أرقاما غير مسبوقة في عهد ترامب، فهو مؤمن بزيادة الضرائب على الأغنياء وإعفاء الفقراء من العديد من الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور. إذن لهذه الأسباب يلتف الناس حول ساندرز وليس للسياسة الخارجية فحسب، مقال الكاتب عبد الحميد صيام في صحيفة القدس العربي. ترتكز سياسة ساندرز الخارجية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والدبلوماسية والسلام والإنصاف الاقتصادي، وسيسمح للكونغرس بإعادة تأكيد دوره الدستوري في إعلان الحرب حصريا بحيث لا يستطيع
أي رئيس شن تدخلات عسكرية غير دستورية في الخارج، وهو نفسه كمعظم أبناء الشعب الأمريكي الذي لا يريد حربا لا نهاية لها، وكما أسلفنا بشأن موقفه من فلسطين وإسرائيل القائم على دعم حق إسرائيل في العيش بسلام وأمن، لكنه يعطي الحق نفسه للفلسطينيين ليقيموا دولتهم المستقلة، فلا يجوز أن يكون العدل من نصيب الإسرائيليين وحرمان الفلسطينيين من الحق نفسه. لقد وعد ساندرز بحل النزاع بطريقة منصفة ومتوازنة وبطريقة تتفق مع القانون الدولي. وصف ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه عنصري، وأدرج إسرائيل ضمن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بل ذهب بعيدا في تحدي واضح للمؤسسات الصهيونية حين صرح بأنه سيعيد النظر في موضوع إعادة السفارة الأمريكية إلى تل أبيب، ما أرسل إشارة ساخنة إلى إسرائيل ومريديها في الولايات المتحدة، وبدأوا يرسمون الخطط للإطاحة به. لكل تلك الأسباب التف العرب والمسلمون حوله، وأعلنوا في العديد من البيانات والمهرجانات أن مرشحهم الرئاسي هو بيرني ساندرز. وقد بدأت حملات التأييد وجمع التبرعات وفرز المتطوعين للعمل في حملته، وأصبح العديد من الناشطين يعملون معه بشكل دائم. عبر 50 مسؤولاً ووزير خارجية أوروبياً سابقين عن بالغ قلقهم إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم صفقة القرن. جاء ذلك في رسالة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر أمس الأول، وتعتبر هذه الرسالة من أكثر الرسائل حدة في انتقادها لخطة ستخلق معازل فلسطينية وتعيد إلى الذاكرة مناطق العزل في جنوب إفريقيا. وتسعى الخطة حسب الرسالة لإعطاء الصفة الرسمية للواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعيش فيها شعبان جنبا إلى جنب من دون مساواة في الحقوق، وتستطرد أن هذه النتيجة فيها تشابهات كثيرة مع الفصل العنصري. وجاء فيها: كأوروبيين كرسوا أنفسهم لنشر القانون الدولي والسلام والأمن حول العالم، نعبر عن قلقنا العظيم من خطة الرئيس دونالد ترامب المعنونة السلام من أجل الازدهار، ولكن الخطة تناقض المعايير الدولية المتفق عليها للعملية السياسية في الشرق الأوسط والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن للرقم 242 والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وبدلاً من نشر السلام، فإنها تهدد بنشر النزاع على حساب المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وبتداعيات خطيرة على الأردن والمنطقة بشكل أوسع. وقد قوبلت الخطة بمعارضة واسعة في المنطقة وفي أوروبا والولايات المتحدة. ويقول الموقعون إن سلام نحو الازدهار ليس خريطة طريق لحل دولتين قابلتين للحياة ولا لأي حل شرعي للنزاع. وتطرح الخطة إضفاء طابع رسمية على الواقع في المناطق الفلسطينية، حيث يعيش شعبان جنبا إلى جنب بدون حقوق متساوية، وهذا تمييز عنصري وهو مصطلح لا نستخف به. وجاء في الرسالة أن المجتمع الدولي وبالتحديد الاتحاد الأوروبي مطالب بمنع سيناريو كهذا من التشكل ولحماية كرامة وحقوق الفلسطينيين ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية والنظام العالمي الذي تحكمه القوانين. تحت عنوان 5 دقائق لفهم العنف ضد المسلمين في الهند، توقفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن موجة العنف الطائفي التي تشهدها العاصمة الهندية في الأيام الأخيرة، والتي أدت إلى سقوط 33 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، وهي الأسوأ في نيودلهي منذ عام 1980. أوضحت الصحيفة الفرنسية أن أحد التعديلات التي أغضبت السكان المسلمين ضمن نص قانون الجنسية الموافق عليه يوم 11 من ديسمبر كانون الأول الماضي، هو اعتزام السماح بتجنيس المهاجرين غير النظاميين من 3 بلدان مجاورة بشرط ألا يكونوا مسلمين.
ولذلك يرى فيه المواطنون المسلمون أكثر بكثير من كونه قانونا جديدا بشأن الهجرة، بل إن الغاية منه هو جعلهم يفهمون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وعليه قرر المسلمون الهنود التظاهر ضد هذا القانون في جميع أنحاء البلاد للدفاع عن مبادئ العلمانية والمساواة. ولكن أيضا احتج ضد القانون العديد من الهندوس والسيخ والمسيحيين. وتنقل الصحيفة عن إنغريد تيراث، وهي صحفية وباحثة في العلوم السياسية مختصة في الشؤون الهندية، قالت إنغريد تيراث: منذ اندلاع العنف سمعنا كثيرا عن أعمال الشغب الطائفية، ولكن الحقيقة هي أن الذي يحصل ليس مواجهة بين الهندوس والمسلمين، بل هو عنف على وجه التحديد ضد المسلمين من جماعات اليمين المتطرف القريبة من الحكومة. وتذهب الباحثة حتى إلى استخدام كلمة مذبحة. وترى الباحثة والصحفية إنغريد تيراث أن العنف وثمرة خطوة أيديولوجية تم بناؤها في أعقاب الانتخابات الإقليمية الأخيرة في الهند، التي عرفت فوز حزب معارض ضد الحزب الحاكم بهاريتيا جاناتا. توجهت جموع كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى المدن التركية المطلة على بحر إيجا عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا. وأكد مسؤول تركي كبير أن تركيا لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا عن عبور الحدود. وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه: لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا. وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى سواحل بحر إيجا والولايات الحدودية مع اليونان وبلغاريا منذ ساعات الليل على شكل مجموعات، بينهم أطفال ونساء. تجدر الإشارة إلى أن متحدث العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك صرح فجر الجمعة أن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست بوضع يمكنها فيه ضبط اللاجئين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.